2021 نزل الأونيكس مقطع وكان بيضا، فقرر أونيكس إنه يقلب مقاطعه للبرمجة واكتشف إنه مقاطعه صارت بيض، فكمل أونيكس مقاطع برمجية وصل إلى 10,000 مشترك. حسيت المشتركين في 80% منكم مو مشتركين، فلي مو مشتركين زي اشترك عشان تاخذ بطاطا ببلاش وتروح لعند ابو محمد عشان يعطيك كف. اللي ما بعرف شو حمل بهذا المقطع، حسيت اكثر من يوتيوبر افكار عشوائيه احطها بلعبه كجلتشات واشوف شو حيحكوا لي واضيفها على اللعبه. الافكار حتكون عباره عن جلتشات متعمده، يعني انا حامل لعبه مقلتش عمدا وحتكون ترفع الضغط. تكتي لما يدخل لعب يضغط زر وتنقلب. والله الجو حلو. بصراحة كتير متحمس اشوف كيف النتيجة حتكون، لان الفكرة كتير حلوة. واذا الفيديو عجبك انزل حط لايك واكتب لي بالكومنت ليش عجبك. وبس هذا كان بدي احكي بالمقدمة، ليش ما نبدأ. صرت مستعد لأتصدى لأي هجوم. اول شيء لازم اضيف اللعب اللي احنا حنلعب فيه. اللعب حيكون عباره عن كبسوله. اوكي، ليش لا تسالوني ليش كبسوله؟ حيكون كبسوله. عندك مشكله مع الكباسيل يعني؟ اوكي. هلا لازم اخليه يتحرك ولازم اضيف له كاميرا عشان نقدر نشوف اللعب تبعنا واحنا نتحرك فيه، لانه كتير حتكون غبيه اذا بس بتتحرك من الكاميرا هاي. اوكي، فعملت كود جديد وسميته موفمنت جو يس وفتحته، وبعدين قعدت اتفرج عليه لمده 5 دقائق، وبعدين قعدت افكر شو بدي اعمل وفتحت ديسكورد. بعدين بعد 5 ساعات من الديسكوردينج رجعت له وخليت انه اللعب بيقدر يتحرك. بعدين سويت سكريبت الكاميرا اللي بخليك تحرك الكاميرا فوق يسار تحت وهيك. باي ذا واي السكريبت معناه كود. اوكي، فخلصت السكريبت تبع الكاميرا موفمنت واللعب صار معنا يتحرك 100 100، شكله اسطوري. فبعدين تعرفوا شو ناقصنا؟ جيمز. والله جيمز منور اليوم، صار لي سنه ماني شايف. فبعد جيمز لازم نخليه يتحرك، يعني نضيف له الحياه والاشياء هاي. عملت سكريبت جديد وسميته جيمز. تعرفوا ليش؟ لانك حريف. ففتحت الكود وحرفيا صار نفس الشيء، لانه ما كان لي خلق امنتج. بعد 3 ايام لازم ينزل هذا المقطع. فببساطه كان لازم اخلي جيمز يلحقنا واضيف له حياه واي اي، بس كان بدي اعمله بسرعه، فما كان بدي اعمله بالطريقه الصحيحه، كان بدي اعمله بالطريقه السريعه. فعملت الكود تبعه اكثر من مره وكل مره بتطلع النتيجه غريبه، يعني ما بعرف هو شو كان يتعاطى بالضبط امبارح. جيمز ما بعرفك هيك. فاخر شيء اكتشفت انه لازم ما نضيف جيمز لانه حياخذ وقت طويل اذا بدنا نضيف له AI مثل جمبالة بلعبة حريمي، فكنسلته لجيمز وما حيكون عندنا صديق باللعبة. دن، هيك مسحنا جيمز، عدنا لاعب. هلا صار لازم نسال اول يوتيوبر عن الفكرة. فكرتي هي انه اللاعب يسوي شيء معين وتنقلب الماب فوق تحت. عمرك 27 سنة واخر شيء بتطلعي لي بهذا الشيء. اوكي، فعشان نقلب الماء طريقة غبية، الفكرة اصلا اوكي ممكن تطلع حلوة الفكرة بالاخير، نحتاج انه نخلي اللاعب بيمشي اماكن معينة ولما يوصل لهاي الاماكن الماء بيلف، فممكن الشباك يصير باب فجأة. واول شي حنعمله لازم نعمل ماب روتيتر، وحخلي هذا محرك الماب انه يلف على حسب المكان اللي انا مختاره. فبما انه احنا عدنا هلا مكان غبي وعد الماب، فبنات مثل غرفة بسيطة لما تمشي فيها لقدام الماب بيقلب، فبتطلع الدرج وبتروح لعند الشباك اللي كان من شوي شباك بنزلك لتحت، ولما تنزل لتحت كمان بيقلب الماب مرة تانية. حرفيا مخي ما استوعب شو عم يصير لانه في كتير اشياء عم تصير. فاكتشفت على اليوتيوبرز اثنين الاساطير اللي اندر ريتد كتير، روحوا دعموهم، سيف وسلي. اوكي، فاتوقع هيك فكرة زهراء صارت موجودة، ضافت شعور للجيم كتير رهيب ممكن نضيفه للعبة، ويا انه حيخلي اللعبة اسطورية للعبة. فهلا صعدنا ما بيتحرك يمين يسار فوق تحت، بس بعدين ما كان وقت طويل الا بعد ما اكتشف انه هذا الشيء غبي. تعرفوا شيء اسمه فيزيكس او فيزياء صح؟ هاد خرب ام الفيزياء. احيانا صار اللاعب يطلع برا الماب، احيانا اللاعب صار يلف مع الماب، احيانا اللاعب صار ما بعرف شو هاد انيمور. فبتعرفوا لجأت للكتب، لجأت لجوجل. اهلين جوجل، تعرف انه شكله جوجل ما بيحبني، خلص تعال نجرب شيء تاني. فخليت الماب لما يلف اللاعب يلف معاه، بيعمل ركاس بسيط حواليه ب6 اتجاهات عشان يشوف الحوائط اللي حواليه، وحسب هاي الحوائط بصير يتحرك اللاعب. فاذا هو بهذا المكان بالماب بضل بهذا المكان بالماب وبتحرك مع الماب اللي عم يتحرك، فبيكون كانه الارض عم تتحرك معه وصار يلف منيح. بس في مشكله بسيطه اللي هو انه الكاميرا بتصير غريبه. اوكي، بصير لما تلف يسار يطلع فوق، لما تلف يمين ينزل تحت. فهي الشغله كمان بسيطه كتير حلها، حلها نستخدم
يو يل ار على الروتيشن. المهم انه استخدم هذا الار شيء مو روتيشن، شو عم بحكي يعني. المهم انه هذا الكود لما ضفته صار اللاعب منيح بالكامل، بدل ما استخدم الكواتانيان العادي خليته يعمل له ايرل عشان يتحرك، خلاص ما عاد حاله الفوز. فيس هيك صار معانا هذا الشيء 100 100. اوكي بتعرف شو ال 100%؟ سيزي مان، هذا الاب اسطوري حرفيا، بيوفر لك سيميليشن لاي ويب سايت على اي موبايل على اي ريزولوشن بدك اياه. يعني اذا انت مبرمج موبايل فينك تفتح الصفحه تبعك بدون ما تفتحها على اي نوع موبايل، وفينك تفتحها على اي ريزولوشن بدك اياه. وشو الارهب؟ انه فيها نظام سكرين شوت باكثر من ميزه. بتعرف شو الارهب كمان؟ انه بيوفروا لك 1000000% من ساعاتك بالعمل. يعني اذا بدك تعمل موقع ويب على الموبايلات، سيزي احسن سيميليتر، احسن من كل الاندرويد سيميليترز اللي موجودين حاليا. فانزل تحت شيكو سيزي بالديسكريبشن. هلا صار لازم ننتقل للفكره اللي بعدها. ايش رايك تسوي ريوايند كانه جليتش؟ ريوايند يو نو، ريوايند والله فكره رهيبه. اوكي مومباي قبل ما نضيف انه فينا نرجع بالتايم مثل ريوايند، عبي الماب هذا الفاضي حرفيا ما في اي شيء، افضل من مخي اللي ما نظفته من 5 سنين. انا خايف ادخل جوا مخي ولاقي في شبكات عنكبوتيه. فرحت ادور على افكار على النت على اشياء ممكن اعملها بالماب ديزاين، وسيفر الديسكورد كله تعبى. اعمل كاكتوس جيم للجوال، اعمل كاكتوس. خلاص 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 خلاص، انا تعبت نفسيا. حملتكم لعبه مخصصه للجوال ميني جيمز بتشبه كاكتوس جيم والكمبيوتر، بتقدروا تلعبوها مع بعض انتوا الاثنين. خلاص بكفي لا عاد تحكوا لي. فبما اني كثير رهيب كنسلت فكره اني اروح دور على جوجل على افكار للماب، وعملت الماب نفسي. نسخت سكريبت حريمه بالازرار اللي بتفتح الابواب. وليش نسخت الكود؟ لانه معي بس يوم اخلص اللعبه هاي. اوكي ضفت هذا الزر، ولما تفتحه بيفتح لك مثل الشباك اللي انقلب صار ارضيه، ولما تنزل تحت بينزلك على المكان هذاك، والمكان هذاك فيه هدول تبوت حريمه اللي بتتسلق عليهم اللي بتتعلق على الحيط وبتنط. يب نفس حريمة بالضبط، بس انه لعبة تانية تماما. اللعبة هاي مو بروجكت حريمة نفسها، هاي اللعبة لعبة تانية ما دخلها بحريمة ابدا، لعبة مستقلة، مجرد الاصوات بتشبه حريمة. اوكي فصار يطلع فوق مثل حزين كتير. وين الريوايند او اعادة الوقت؟ ثواني اشرح لك ليش ما ضفته. انت بتعرف انه لما نيجي نعمل ريوايند نحتاج نسيف كل خطواتك قبل 10 ثواني لورا، يعني جهازك حيصير يمشي مثل الحلزون. سويت نظام كل لقطة واحدة بالشاشة او كم جزء من الثانية تقريبا بيحفظ مثل معلومة معلومات بسيطة عن مكان اللاعب، مكان الكاميرا، شو الأزرار اللي انت كابسها على الكيبورد، هل انت عم تنط، هل انت على الأرض. وأول ما ضغطت بلاي يونيتي كله كرش حرفيا، ما عاد قدرت أحرك الماوس أبدا على البي سي. البي سي سوالي بيس أوت. فطفيت البي سي رديت فتحته والحمد لله ما راح شيء. لكن طريت أعملها بطريقة تانية، إنه أبطئ مدة الحفظ وأطول مدة اللعب عشان ما تلاحظ إنه في تقطعات بالحركة، إني بس أحفظ أماكن اللاعب والكاميرا. وبعد ما جربت ليش الكاميرا ما عم تتحرك. بعد ما خلصت وبعد ما جربتها كانت زابطة شوي. yeah very cool. انا كتير فخور بهذا الشيء. اوكي جعبالي اعطيك كف. فلما خلصت كنت فرحان كتير. اوكي رحت على المنتدى تبعي وكتبت حذروا من قرب ينزل مقطع، ويا انكم اساطير. والله اساطير، وصلتوه خلال اقل من 24 ساعة ل 690 لايك. اديب انت هاي على المقطع ما بتجيبه. المهم عم بمزح. فلانه حكيت لكم اني حنزل مقطع قريب بطريقة غير مباشرة، صار يحكوا لي او ماي جاد انت اسطورة نزل. حادوا يتمر علي بالكومنتات اللي اكيد مو انت، مو انت لا مو انت، اكيد مو انت، اقسم. بدي بس احكيكم. اوكي بعد الدمار النفسي والجسدي والعقلي اللي شفته من شوي، قررت اني اسرع وانزل مقطع باسرع من الوقت اللي لازم انزله فيه، عشان تعرفوا اني بنزل اسبوعيا. اوكي اخر شيء حينزل هذا الفيديو بعد 20 يوم واحكي اسبوعيا. فخلص بعيدا عن هذا الكلام الغبي ما له فائده اللي حطيته بس عشان اطول المقطع شوي عشان تستمتعوا بالمقطع اكثر، تعالوا نرجع للعبه. مع اني ضفت اعاده الوقت والريوايند والاشياء هاي، ضل اني اروح اسال يوتيوبر ثاني على فكره، وبهي الفكره اللي حيحكي لي اياها اليوتيوبر حستخدم الريوايند هاي اعاده الوقت. فرحت اسال فروست. كل مره تستعمل سلاح، خلينا نقول زي السيف، يطلق رصاص وكانه مسدس، كل ما تستعمل مسدس يرمي كانه سيف. I like that. وفي هذه اللحظة أونيكس صار يكره شخص اسمه فروست، لأنه خلاه يعمل فكرة بتطول، والساعة 2 بالليل. بالليل.
اوكي سوينا نعمل معاك ديل بسيط عزيزي المشاهد. طبعا اوكي هالمره شوفوا حكيت لكم عزيزي المشاهد بدال جايز حريمات. المهم بما انه حطينا فروس بالمقطع خلاص الناس شافت فروس حتكمل المقطع زياده، ليش نكمل ونعمل اللعبه ونحط فكرته بيض بتطول بدها 5 سنين تنعمل. اوكي فحنسحب على فكره فروست هيك بس نحط لنكمل على الفيديو اللي بعده. فيديو من اليوتيوبر اللي بعده. اوكي بس ثواني تعرفوا اني بنزل ستورياتي اليوميه على الانستغرام صح؟ فانزلوا تابعوني على الانستغرام، اول 50 شخص حيبعتوا لي على الانستغرام حابعت لهم هديه. اوكي حتتفاجئوا بالهديه لما تبعتوا لي رسائل، فاذهبوا يلا وسارعوا الى حسابي في الانستغرام وادخلوا سيرفري بالديسكورد. اول ار يو ويننج سو بام بوي بطاطا بتنفجر فيك اذا انت اخذتها من الطرف الغلط. كلنا بنعرف انه الانفجار شيء كتير رهيب بالالعاب طبعا مو بالحقيقه، بالحقيقه ما هو رهيب ابدا. يوتيوب صحيح نسيت احكي لكم انا قربت افعل ارباح فحصير مثل هالضل بحكوا لك او ماي جاد المونتايزيشن. المهم انه المتفجرات كتير شيء رهيب بالالعاب خاصه لما تكون لعبه مثل حريمه ولعبه مثل هاي اللعبه اللي... صحيح شو نسمي هاي اللعبه؟ اللعبه هاي اسمها يس. اوكي اسم اللعبه يس، حسمي اللعبه يس. اوكي خلص ما في تغيير، اللعبه اسمها يس. فلعبه يس كتير لعبه رهيبه لو ضفنا فيها الانفجار مثل ما حكى اديب لما نمسك البطاطا. أول شيء لازم نعمله هو بطاطا. قعدت أعمل هذا الموديل الغريب وقعدت أركب هيك بطاطات من بطاطات فوق بعض وهيك ويا إنه طلع كتير بيض بالأخير فاضطريت إني أحطه بمكان بالماب ويا بعدين قعدت ألعب شوي اللعبة واكتشفت إنه اللعبة بتشبه حريمة كتير حرفيا كأني عم بلعب حريمة 2.0 بس الجرافيكس أحسن شوي. المهم إنه اللعبة صارت جود فأنا حاليا أنت ممكن تفكروا إنه ماني أعمل ليفلات كتير للعبة بس أنا حاليا خلف الكواليس وأنا أعمل هاي اللعبة عم أفاجئكم بس ليفل 1 أو التوتوريال ليفل او تست ليفل حتى ما بعرف شو هذا الليفل ممكن امسح من اللعبه لكن خلف الكواليس حاليا عامل 6 مابات فاللعبه بالجزء الثاني حتنزل الموبايل والجوال وتكون اللعبه احسن من حريمه بمليون مره. اوكي فدونت وري جايز هاي اللعبه حتكون منزله على اتش اي او للموبايل والجوال بالجزء الثاني ايمتى الجزء الثاني بنوصل 3000 لايك. اوكي بنقدر وصلنا 10000 لايك بنقدر نوصل 3000 لايك. اوكي فيا يلا نروح نجرب نلمس البطاطا هاي لانه صراحه متحمس اشوف شو اوه